ما هذا؟ هذا غير نظيف. من قام بتلميعه؟ أنا لمعتهما جيدا، لكن لقد حاولت جهدي. هذا غير نظيف، هل تظنين أنني سأخرج به وهو هكذا؟ اطلبي من صديقتك أن تقوم بتلميعه. حسنا حسنا، هيا اذهبي إليها بسرعة. سأفعل. ستحضر سالي إلي الآن. لديك مشكلة، ما هي؟ مع أنني لمعت هذه، إلا أن الآن سلافينيا غير مقتنعة. حسنا، سألمعها بدلا منك. لا لا، هذا ما تريده الآن سلافينيا. أعرف أنها تنتظرك لتسخر منك أمام الطالبات، لا تتركي الفرصة لها. أرجوك أرجوك لا تفعلي آنستي، أرجوك. أعرف ذلك، لا تزعجي نفسك فيك. أجرب أن أعتاد على هذه القضايا قليلا قليلا. نعم، أنا مصممة أن أعتاد عليها حتى أبقى هنا في المدرسة. آنستي، لا تقلقي فيك، سأترك الكي لك، أكمليها عني. نعم. ما أجمله، إنه رائع. لافينيا، إلى أين أنت ذاهبة؟ قولي لنا. هذا سر. سر؟ أريدها أن تكون مفاجأة لكنا جميعا. سر حتى حينها. نعم صحيح. شالي، جئت لإحضار الحذاء. هل قمت بتلميعه ثانية؟ نعم، لأن فيك مشغولة قليلا. فهمت، عريفة التلاميذ السابقة هي التي قامت بتلميع حذائي، لهذا سأسامحها. هيا ساعديني في ارتدائه. كفى لافينيا، لا تتفوهي بكلمة. ما بك؟ ما الأمر؟ لا تنسي أنك خادمة هنا لخدمتنا جميعا، أتفهمين؟ هيا قلت ساعديني. يا آنسات، ماذا تفعل؟ أهلا آنسة إيميليا. سالي أرادت رؤية حذاء الجديد وأنا لم أمانع في هذا أبدا، أليس كذلك؟ نعم.
لماذا بينما أنت خارجة؟ حسناً، إنه وقت ذهابك أنسة لافينيا، هيا أسرعي. حسناً أنسة إميليا. سالي، هيا يا أنسة لافينيا. آنستي العزيزة، أعطيته لها. حسنا، ألم تحاول أنسة لافينيا أن تفعل شيئا؟ لا تخافي علي، اطمئني فيكي. الشخص الذي يعمل أعمالا سيئة يكون مريضا. لافينيا أيضا سترى هذا في يوم من الأيام. آنسة سالي، سالي أحتاجك في عمل طارئ الآن. حاضر. الغرفة الخاصة التي كنت تستعملينها عليك تجهيزها. نعم. الآنسة منشن طلبت مني أن أجهزها في الحال، ولهذا جئت إليك مسرعة. يا له من عمل، تنظفين الغرفة التي كنت تسكنين فيها من قبل. فيكي، إذا كنت أفكر مثلك فأنا حزينة. لا بأس فيكي، لا أبالي بذلك الآن، دعينا نبدأ. هيا. نعم يا أنستي. انظري، تلميذة جديدة ستحضر هذا اليوم. سالي وفيك تنظفان الغرفة الآن. لافينيا ذهبت لرؤيتها بصفتها ممثلتنا. بالطبع، لكن الخروج عن المألوف لهذه الدرجة معناه أنا فتاة غنية ستحضر. سالي. نعم أنسة منشن. يمكن أن تتركي هذا الأمر لفيكي، سيحضر زوار مهمون بعد قليل. اذهبي إلى السوق واشتري أزهارا. حاضر أنسة منشن. واسألي مولي عن المواد المطلوبة للطعام. أفهمت ما أقول؟ فهمت أنسة منشن. هذه لائحة الخضروات التي أريد يا سالي. حاضر سيد جيمس. وطلبت الآنسة منشن أن نجهز لحم عجل، يجب أن تحصلي على لحم ممتاز، أفهمتي؟ هيا اذهبي، هيا. حاضر سيد جيمس. هاي جيمس، أحتاج لمساعدتك، تعال وساعدني. يا إلهي، عمل آخر. ترى هل سيكون حظ التلميذة الجديدة كحظي؟ إنه يوم صعب، ليس مهما. أنستي، كنت أفكر في وقت حضورك الآن، ماذا ستشترين اليوم؟ حسناً، سمعت أن زواراً مهمين سيحضرون، ولهذا يجب أن أحضر زهوراً وخضروات ولحم عجلاً أيضاً. حسناً، سأسأل أولاً عمتي بائعة الزهور الطيبة.
هذه أنت. أرى أن ابنة رجل غني ستأتي بدلا منك. حظك قليل كحظ أنا في الدنيا. أنا غاضب جدا لسماع هذا، غاضب من أجلك عمتي. بيتر لا بأس علي الآن. حسنا، ولهذا أريدك أن تساعدي الآنسة الصغيرة من الآن فصاعدا. بكل تأكيد يا بيتر. آنسة سالي، قوامك جميل جدا، سأخفض سعري بدرجة كبيرة. حسنا يا عزيزتي، تعالي متى شئت. شكرا يا سيدتي. أوه، بطاطا وبصل وماذا؟ فجل للعجل؟ لقد خفضت السعر بقدر الإمكان، هاكم الأغراض. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة، عودي مرة أخرى. هاي بيتر، بالنسبة للحمة اذهبوا إلى محل جورج في سوق ليدن هول، قول له أنني أرسلتكم، فهو بالتأكيد سيخفض لكم السعر. شكرا يا عمي. هذه بالضبط، هذه مني بسعر جيد. تحياتي إلى السيد ويلي. حسنا، شكرا سيدي. أهلا دائما. انظر إلى ثوب لافينيا، ما أجمله! هل هذا الذي عملته؟ هي جميلة. إنها أفضل قطعة لحم اشتريناها حتى الآن. هاي جيمس، والدا لافينيا قد وصلا، قم بتحضير الطعام. سأبذل أقصى جهدي. لكن هذا يحتاج مجهودا كبيرا، لأن تعامل الآنسة منشن مع الآنسة لافينيا سيتغير. نعم. هذه جميع المواد؟ بكل تأكيد. سالي، خذي الشاي إلى المكتب حالا. حاضر آنسة مولي. وأنت يا فيكي، رتب الأزهار في الغرفة الخاصة بسرعة. نعم في الحال. ماما، إنها لافينيا. نعم لقد رأيتها الآن. هذا صحيح آنسة منشن، على كل، ومنذ أن حققت حقول زوجي نجاحا بدأ يتلقى دعوات حتى إلى حفلات الرئيس، ولهذا إذا قطع نفسه إلى 4 قطع لن يكون كافيا. إلى حفلات الرئيس؟ هذا رائع. إذا كان سيد مثلك سيقدم الدعم لهذا المعهد، فهذا سيقوي مركزنا. ولهذا أردت ابنتي أن تنتقل إلى الغرفة الخاصة حسب رغبتها منذ فترة طويلة. لقد أخبرتني بذلك في رسالتك. لقد جهزنا الغرفة حسب رغبتك. أدخل. سالي، احملي ملابس الآنسة لافينيا إلى الغرفة الخاصة في الأعلى. حاضر آنسة منشن. على كل، جعلتنا لافينيا نشتري لها ثيابا مثل الأميرات. لا أدري لماذا. آه،
لا، لماذا؟ أنستي، أنا لا أستطيع العمل. سأساعدك فيكي أنستي، مع أنني يجب ألا أتكلم بهذه الطريقة. أنا غاضبة جدا للتفكير أنه بين جميع الفتيات يجب أن تعملي مع الأنسة لافينيا. فيكي، وعدت أن لا تقولي شيئا كهذا. حسنا، يجب أن نرتب الزهور. نعم أنستي. والآن هل أستطيع رؤية الغرفة؟ بالطبع، تفضل من هنا. لقد رتبتها جيدا مثل ما توقعت. وأنت أيضا عملك جيد فيكي. هذا جيد جدا. لافينيا، هل هذا يعجبك؟ بالتأكيد. سالي، غرفة نوم الآنسة لافينيا جاهزة؟ نعم آنسة منشن. نسيت أن أطلب معروفا آخر آنسة منشن. أخبريني ما هو؟ الحقيقة أن ابنتي تطلب خادمة خاصة. يا إلهي، بالطبع سنتحمل كافة المصاريف. لا بأس، وهل هناك واحدة خاصة؟ دعيني أرى، إذا تذكرت جيدا تدعى سالي. ألا تستطيعين تحويل تلك الفتاة الصغيرة لخدمة ابنتي لافينيا؟ سالي؟ سمعت أنها فتاة عاقلة، ابنتي مصممة على ذلك. لكن سيدتي، هل هناك شيء غير ملائم؟ لا، وإنما تلك الفتاة يجب أن أسألها رأيها. فهمت، من الضروري سؤال الشخص الثاني أيضا. ما رأيك؟ إذا تحولت إلى خادمة ابنتي الخاصة سأكون مسرورا يا سالي. سالي، هذا قرارك، يمكنك أن تفعلي ما تشائين. لافينيا كانت دائما متلهفة أن تكون زميلتها في الدراسة خادمتها الخاصة. سالي. ماذا؟ لا أفهم. بحق السماء، ماذا تعنين بذلك؟ حسنا، هذه الطفلة تلميذة فقدت أمها وأباها الثري وفقدت كل شيء، فأخذنا مكان والديها ولهذا. لافينيا لم تقولي شيئا كهذا، أليس كذلك؟ لكن أبي. فهمت. لافينيا، كدت أن أهين زميلتك في الدراسة بسبب هذا الطلب السخيف، أفهمتي؟ آنسة منشن، ابنتي دائما أنانية وغيورة. يا إلهي، لا تتعبي نفسك بذلك آنسة منشن.
انسي جميع الطلبات الخاصة بابنتي. جوابي على لافينيا لم يكن بسيطا، أعرف ذلك، ولكني لم أجد طريقة إلا هذه لأتهرب من خدعها. سالي تعودت على أصناف الأذى من الطالبات، وبين فترة وأخرى تبث شكواها لزميلتها فيكي، تلك الطيبة القادمة من الريف، وأحياناً تبث شكواها لصديقها بيتر.